حلقة يوم الخميس، الستات اللي أنا بحب أطلعهم وأبرزهم كده وأصورهم وإيه ونقعد كده نتفرج عليهم ونقول دي بتعمل كده إزاي. طيب طلع لي فيديو كده لواحدة ست لذيذة واقفة في مطبخ شيك قوي، وقلت بقى هتعمل وصفة يعني. فلقيتها بتتكلم على حاجة اسمها لقمة خير، وبتقول جملة يعني شدتني كده، خلتني متنحة. صدقني لو مش عاوز حاجة ربنا هيديك كل حاجة. يعني ايه؟ يعني انت حتى وانت بتعمل خير، لو انت مش بتبتغي او بتعمله بهدف انه يا رب بس فك كربي، اعمله بس وخلاص، فهتلاقي الخير اللي جاي لك من غير ما تطلبه عظيم. فيديو 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 لقيت حاجة شياكة كده، بس مش محتوى الطبخ العادي، دي واحدة بتعمل لله. فلا دورنا عليها، لقينا هذه السيدة اللذيذة اللي عاملة مشاهدات عظيمة، ده لسه بدأت تعمل الموضوع ده من شهر رمضان اللي فات، بدأت تصور بس، أول ما صورت انطلقت، وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي إيه بيوسع. ارمي بقى الفيديوهات اللي بالي بالكو دي والمحتوى اللي حتى لو عمل إيه، لأ في ناس محترمة ممكن تعمل حاجة لله وتبص تلاقي المحتوى بتاعها طار بسبب انه هي تبتغي بيه وجه ربنا سبحانه وتعالى بس. رشا محمد مجاهد عندها قصة حلوة قوي في فكرة الاطعام، قصة جميلة اسمعوا بقى وتمزجوا معايا. ازيك يا رشا؟ ازيك يا دعاء، عاملة ايه؟ انت يا رشا، رشا زميلة بتشتغل في ماسبيرو هي وزوجها. الموضوع بدأ من زمان ازاي؟ احكي لي على جوزك كده الاول. هقول لك الموضوع جه صدفه تماما من 2006 تقريبا. لما يعني الحمد لله ربنا رزق جوزي الفضل، طبعا بعد ربنا يعني جوزي في كل حاجه، ان هو ربنا رزقه بالشيخ بتاعه، الشيخ بتاعه الشيخ عبد الرؤوف الفاخر الادريسي. ده شيخ بيعمل ايه يعني؟ ده شيخ كان يعني بيعلمه حاجات كتير، اتعلم منه حاجات كتير. تمام. وتامر كان بيروح للشيخ في المطبخ عنده، يعني عنده ساحة عاملها مطبخ مفتوح بيأكل فيه الناس طول الوقت، طول الوقت على مدار الأسبوع كله. في الشارع كده؟ لا، ساحة عاملها مطبخ بيت، يعني في مكان مكان كده عامله مطبخ كبير وبيعمل منه وجبات طول الوقت، بيطلع للناس صبح ظهر بالليل. المطبخ ده شغال 24 ساعة تقريبا، ما بيتقفلش. تامر كان يخلص ويطلع على المطبخ يخدم بقى، يقطع بصل، ينظف، يمسح، يعمل اي حاجه مع الشيخ في المطبخ. جه الشيخ اتوفى، وكده الشيك زي كده بالظبط. وفي زيه كان كتير، يعني يروح يقطع بصل ويمسح يروح المطبخ. يقطع. انا كنت مستغربه في الاول، اقول له يعني انت يعني الموضوع ده بتعمله ازاي؟ يقول لي لا انا بحبه عشان الشيخ، يعني انا بعمل عشان الشيخ. هو كان بيحبه جدا. ومن هنا لقيت تامر يعني حته لقمه الخير او الاطعام دي، لقيتها ابتدت يعني سبحان الله هو ألهمه بعد وفاته عشان يحيي الذكرى بتاعته ومحبته ليه. ابتدى ان هو يقول لي الشيخ توفى بقى، الشيخ توفى وفضل المطبخ مفتوح، بس تامر بقى ما بقاش معاهم. يعني تامر جه بقى ربنا كرمه وسافر وحاجات زي كده، فخلاص ما بقاش معاهم. وقال لي بس احنا لازم نعمل الموضوع ديت محبه وذكرى للشيخ طول الوقت. فطب يلا نعمل ايه؟ قال لي تعالي نعمل حتى 10 وجبات نطلعها كده في سيدنا الحسين، ورحنا فطرنا مره في رمضان وطلعنا العشر وجبات دي، كان والله عيش ولحمه يعني مش حاجه كبيره، حاجه بسيطه جدا. وقعدنا كده قريبين من الناس، وبقينا يعني لقيت الناس فرحانه جدا بالموضوع، يعني الناس حابه وكانوا بياكلوا كده، يمكن عشان الاكل كان معمول بحب يعني الحمد لله. طيب ليه ما نعملش؟ ابتدينا نعمل، يعني كل ما ربنا يكرمنا بنعمل اطعام ونطلعه. وبعدين فكرت في الناس اللي هو الكير سيرفيس اللي موجودين معايا في الشغل، فابتديت برضو اطلع لهم وجبات في شهر رمضان طول الشهر. انت قلتي لي في ناس كانت بتنزل تاكل في اللي هو موائد الرحمن، فانت قمتي قايله ايه؟ لا تعالوا انا هاكلكم. بالظبط، يعني هم كانوا بيفطروا في على موائد الرحمن وكنا بنشوفهم، فبصراحه يعني ايه قلنا لا يعني نسهلها عليهم ونحاول نساعدهم باي حاجه ان احنا نجيب لهم الاكل لحد عندهم. والحمد لله برضو كانوا مبسوطين وفرحانين جدا، وبرضو الحاجة بتبقى طالعة معمولة بحب الحمد لله، وأنا ببقى مبسوطة وأنا بعملها.